أهلا بكم مع طبعة جديدة من سكرتير التحرير تأتيكم من داخل أروقة جريدة المصري اليوم ونستهلها بأهم العناوين. المخابرات حوار السد أضر بمصر، ومن المخابرات إلى الرئاسة حوار النهضة كارثة، وممثل الجهاز أمام الشورى المشروع يهدف إلى تركيع مصر، والظلام يفتك بالمحافظات والكهرباء تدعو إلى الترشيد، وتمرد تطلق أسبوع الحشد للثلاثين من يونيو الحالي، وزيادة أسعار حج القرعة والجمعيات والتأمينات الريال هو السبب، وأحكام مشددة في قضية التمويل الأجنبي، والإيرانيون ينتقلون من الأقصر إلى البحر الأحمر في حراسة مشددة. أيضا من عناوين هذه الطبعة غرام العريان بمواقع التواصل يفجر توترا مع الكتتني، وصهر القذافي تعرضت لمحاولة اغتيال في الدقي، والداخلية حادث سرقة وضبطنا المتهم. للتعليق على هذه العناوين وغيرها من الملفات معنا في الفقرة الأولى من طبعة اليوم الأستاذ محمد السيد صالح مدير تحرير جريدة المصري اليوم. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا أستاذ محمد. هنبدأ بالمنشط الرئيسي لطبعة اليوم من الصفحة الأولى وهو المخابرات العامة، تقول حوار السد أضر بمصر والحكومة تستعد للتحكيم الدولي إذا رفضت إثيوبيا التفاوض. أول جزء في اللي هي هو تقرير كبير طبعا تفاصيله في صفحة 5 ممكن هتستعرضها في الفقرات اللي جاية، لكن الأهم هو مش مخابرات بس. الجزء الأول من المنشط مش المخابرات بس اللي قالت الحوار اللي كان بتاع اللي أجراه السيد الرئيس أمس مع رموز الأحزاب والقيادات السياسية واللي كان مزعل هو أضر بموقف مصر. كل تقريبا اللي حضروا واللي ما كانوش عارفين ان الحوار مذاع على الهواء قالوا كده، هتلاقي فيه تفاصيل كتيره من البرادعي من عمرو حمزاوي من عدد من الشخصيات. البرادعي لم يحضر يعني تحدث عن ان هذا الحوار اضر كثيرا. ازاي تقعد تتكلم على الهواء بتتكلم عن خطط بتهاجم دول صديقه، انت تقول صديقه حتى لا تصف اثيوبيا بدوله صديقه بدوله جاره، تحدث عن السودان بشكل غير جيد بعض الرموز تحدثوا بشكل غير جيد، كل هذا يضر فقط. كمان يعني كان في حديث الصبح متواتر لكن لم نجد له مصدرا مؤكدا عن اثيوبيا قد تستخدم هذا التصريحات وتقيم بها دعوة دولي. هذا الكلام غير يعني انت بتتكلم وما بتحط يعني ال- 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 الكم التعليقات التي الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى ألسنة مسؤولين كبار ليس التواصل الاجتماعي فقط من هذا الصخب الموجود في الحوار، احنا سميناه صرصرة في عدد اللي نزل النهاردة وأكثر من ذلك بكثير، هو نوع من الجدل تتحدث بشكل غير منضبط، بتتحدث عن دولة بكل هذه الأسرار هذه تغلق أنت. يعني المهم أن تأتي بكل هؤلاء الفرقاء وتجتمعوا على قضية واحدة. أما ماذا تقولون؟ لابد أن يكون في غرف مغلقة وكلام كان. طب يعني أمني. مصدر أمني أستاذ محمد يعني ربما ردا على ما تقول يؤكد لا يمكن أن نعبث بالأمن الأثيوبي ومصر تفضل الحل الودي تجنبا للصدام. هذا رد، هذا تأكيد، ستجد هذا المصدر الأمني وغيره كثير وكل الصحف تتحدث وتتحدث الأيام المقبلة أنه لا يمكن أن نتحدث عن عندما تتحدث دولة عن عملية ما وأنها أنا أعرف أنت تعرف أنه الأمن القومي المصري عناصره من أيام الفراعنة ومن أيام محمد علي والقدوس إسماعيل والذين ذهبوا إلى أعالي النيل ولا مفعل مبارك ولا مفعل مرسي حتى الآن يمازه هناك يعرفون ما معنى التواصل. بالتالي توجد عناصر الأمن القومي ورجالات في هذه المسائل شنا ما بيننا، لنا مصالح هناك ولنا عمق استراتيجي هناك أكيد. وبالتالي ولكن لا يمكن أن تقول أنك ستنفذ كذا وأنك ستجري أو ستضر. يعني حتى يعني الدكتورة بكنام الشرقاوي يعني اعتذرت عن هذا الخطأ. هو اعتذر يعني. هو اعتذار هزلي أيضا لأنه لماذا تزعين إذا كنت لم تعلمي الذين دعوتموهم ولماذا تم الإذاعة؟ زميلتنا اللي ماسكة الرئاسة فتحية كنا بتتكلم أنهم قاعدين هم نفسهم كمحررين مش عارفين الـ 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 هذا الكلام مزعل الهواء. ما هو الداعي؟ ما هو الداعي؟ يعني. نريد أن يخرج متحدث رئاسي أو غير رئاسي يتحدث، ما هو الداعي لإذاعة مثل هذا الحوار على الهواء؟ طب ننتقل لخبر آخر في الصفحة الأولى أستاذ محمد وهو أحكام مشددة في قضية التمويل الأجنبي وغضب حقوقي وغربي من هذه الأحكام. والله هذه القضية هزلية يعني هذه لم نفهم دوافعها وتحدثنا عن
بعد ترحيل الأمريكيين وبعض الغربيين فيها أن القضية أصبحت بلا طائل، وأعرف أصدقاء وزملاء كانوا يذهبون إلى قفص الاتهام ليعرفون أنها تغليق أوراق وستنتهي. لا أعتقد أنها، وعفوا على 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 تعليق على حكم القضية، ولكن أقول هذا الحكم سيكون له توابع عديدة كما تحدثنا اليوم. غضب حقوق الغرب، أتنبأ معك وأقول لك ستسمع وسأسمع أنا خلال يعني هو يعني هنا هجوما كثيرا على مصر. طب سبحان الله، يعني هنا يعني القضاء أكيد استند إلى يعني إلى مستندات وأدلة وأوراق، إذا وعلى كان أساس كان قد استند، هي قضية جدلية وقضية سياسية في الأساس، إذا كان قد استند لبعض المنظمات ولم نقتنع بها ولم يقتنع بها أحد ولم يقتنع بها حتى الدفاع ولم يقتنع بها كثير من القضاة الذين أدلوا بدلهم في هذه القضية، فلماذا لم يفتح بقية أوراق باقي المجتمع المدني والجمعيات الخيرية ونوع التمويل الذي تحصل عليه؟ الملف واسع ويجب أن يطال الجميع. يعني بعض الجمعيات الإسلامية بصراحة تحصل على تمويل وبعضها خير حقيقي، لا 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 أتحدث عن ذلك، ولكن بما أنك فتحت الباب لي وبقانون الجمعيات الأهلية، قانون الجمعيات الأهلية عندما تم تعديله قبل 7 أو 8 سنوات كان يتعاطى مع في مشروع قانون في مجلس الشورى، بالفعل كان في هذه الحالة يتعاطى مع ظاهرة أن عديد من الدول الغربية تقيم مشروعاتها أو تمول بمشروعاتها بناء بعد إسقاط الدنيا على مصر، قضية قديمة وعمرها 30 عام على الأقل، ولا وبعضها أقام مشروعات عملاقة ومشروعات حقيقية حتى في زمن مبارك لم تحظى بهذه الملاحقة. صورة مصر بعد هذه القضية وبعد هذه الأحكام لن تكون إيجابية خلال الأسابيع. ننتقل لخبر آخر ونبقى في يعني في داخل الإطار القضائي. الحكومة تؤجل قانون السلطة القضائية والمستشار حاتم بجاتو نسعى للتهدئة. هو هذا التصريح على لسان الدكتور بجاتو، على لسان المستشار بجاتو، يتحدث عن تأجيل قانون السلطة القضائية، ولكن أخشى برغم تأكيد هذا الخبر ورغم هذا الخبر في صفحتنا الأولى أن يصدر عن مجلس الشورى أن يكون التعقيب عليه مثل ما كان تعقيبهم على كلام السيد الرئيس بالتأجيل وما إلى ذلك، ويتحدثوا عن فصل بين السلطات ويتحدثوا أنه ليس مشروع الحكومة. لا أعتقد أن هناك لبس، بجاتو لم يكن يتحدث من أجل قبيل التصحيح الذي قد يصدر غدا، يتحدث عن مشروع السلطة القضائية الموجود حاليا في مجلس الشورى، ولا يتحدث عن أي مشروعات أخرى لم تقدم حتى الآن. ولكن أعتقد إصرار بعض الإسلاميين وخاصة حزب الحرية والعدالة والأقوى منهم في هذه القضية بالذات حزب الوسط، أعتقد أنه لن يزعنوا حتى هذه المرة لدعوة الحكومة ولكلمات بجاتو إلا إذا كان هناك صفقة ما لم نعرفها ونسعى إلى معرفتها خلال. طب خبر آخر في الصفحة الأولى أستاذ محمد، وهو الغنوشي وحسيب يتوسطان بين الإنقاذ والإخوان. هو عدد من الرموز العربية وخاصة الإسلامية والقومية كانت في القاهرة لحضور مؤتمر اللي هو الحركات القومية العربية، وحدث نوع من الوساطة بطبيعة الحال. الغنوشي جلس مع جميع رجالات الحرية والعدالة والإخوان، لكنه اجتمع أيضا هنا، وهذا الخبر مؤكده، مع حمدين صباحي زعيم التيار الشعبي والقيادة في الإنقاذ، وتحدثوا أيضا عن مصالحة. الخبر يتحدث أنه حمدين صباحي، هذا الحوار الثاني مع الغنوشي، كان لقاء سابق بينهم في تونس وأبدأ ارتياحه، ولكن هناك حديث عن أن الغنوشي فشل في إقناع المرشد. نتوقع ونتمنى أن يكون هناك تعقيب من المرشد، يقول أننا نتعاطى مع ذلك، يتحدث يقول أننا نسعى للتوافق الوطني، نتمنى ذلك، ولكن مصادرنا تقول أنه في عجالة فشل في إقناع يعني المرشد. أزمة بين العريان والكتاتني بسبب مواقع التواصل الاجتماعي في عجالة سبحان معلش. والله بسرعة، هو العريان الكتاتني رئيس الحزب، والعريان رئيس الحزب كان عايز يناقش معه بعض الحاجات. الخبر طريف بيقول أنه هو العريان مغرم بتويتر أكتر، فقال له ما تتواصل معي على تويتر، فحدث نوع من الأزمة البسيطة بينهما. عقب عصام العريان في هذا الخبر أيضا وقال ليست أزمة كبيرة وما إلى ذلك. وضحت الصورة. الأستاذ محمد السيد صالح، مدير تحرير جريدة المصري اليوم، شكرا جزيلا لك. شكرا. فاصل قصير نعود بعده لمطالعة عناوين الفقرة الثانية من طبعة اليوم من سكرتير التحرير، فابقوا معنا. We'll be right back.
نوافذ الجزيرة باتجاه الحدث وتفاصيل الجزيرة دوت نت. صفحة الجزيرة على الفيسبوك وعبر تويتر. شارك دوت الجزيرة دوت نت. خدمة الجزيرة موبايل. كيف ترى تطورات الأمور في الساعات القادمة؟ بين النور والظلام تكمن الحقيقة. أهلا بكم من جديد مع الفقرة الثانية من طبعة اليوم من سكرتير التحرير. الترشيد تخفيف الأحمال 4000 ميجا وات يوميا، والألاف يقطعون الطرق ويطالبون بتعويضات. تفاصيل هذه الأزمة. هو الأزمة للأسف ما زالت مستمرة، والحكومة ضعيفة في أن هي تاخد حل جذري لإنهاء الأزمة، وطبعا كله أمور فنية. الحل الوحيد اللي بتتبعه الحكومة الأيام ديت اللي هو تخفيف الأحمال. يعني على سبيل المثال في إحصائية خارجة من المركز القومي للكهرباء اضطروا ان هم يخففوا 4000 ميجا وات. ده جزء. الجزء الثاني بتخفيف الأحمال بيقابل من الأهالي ماشي بغضب، وزي ما حصل في النهاردة ومبارح ان هم اعتدوا على بعض المحطات، مما أدى لتعطيل محطات ومحولات فضاعف عمق الأزمة. نعم، ده حاجة. الحاجة الثانية ودي اللي مهمة، عدم اختار، احنا في موسم امتحانات وموسم صيف، لابد من اختار الناس بأي وسيلة ايا كانت، بقى من خلال اعلانات التلفزيون، من خلال الموبايل، ايا كان، ان الكهرباء هتتقطع في الفترة من الى، بحيث ان انا ابقى عامل حسابي في الفتره ديت ان الكهرباء مقطوعه. وده بالفعل. يعني هل يعني انقطاع الكهرباء زاد عن اعلنته الكهرباء فيما سبق من ان انقطاع الكهرباء لن يستمر لاكثر من ساعه وعلى فترات متباعده، ولا دلوقتي باكثر من ساعه؟ لا، اللي هقول لك مثلا امبارح في المهندسين الكهرباء حقيقة، وده حي وحي حيوي جدا، الكهرباء قعدت فوق الساعتين مقطوعه فيه. مناطق تانية وفي الريف طبعا حدث ولا حرج، يعني في القرى وفي الأرياف. بس لسبب ضيق الوقت، خبر تأمين الثانوية 21000 شرطة للحماية و55 رحلة لنقل الأسئلة. لأول مرة القوات المسلحة بتخش وتأمن امتحانات الثانوية العامة، عشان خصوصا فيما يتعلق بنقل أوراق الأسئلة والإجابات. في 15 رحلة طيران يوميا و40 رحلة بالسيارة برضو يوميا لنقل الأوراق الإجابات. يعني بشكل يومي. بشكل يومي. نعم. وفي طبعا في إجراءات كتيرة خدوها في الموسم دوت، زي مثلا مكافحة حرائق الكنترول ديت علو من مستواها جدا. مثلا في السرعة في التصحيح برضو، دول مأكدين عليه. في وسائل راحة تامة للمراقبين بحيث ان هم جهزوا لهم استراحات، واستراحات على مستوى عالي. ففي السنة دي اعتقد في استعدادات كويسة. نعم. طب ننتقل للسرقب. سرقب صفحة 6، عمومية بالوشاح الأخضر في التحرير، قضاة يطلبون عقد جمعية غير عادية لمنع تمرير السلطة القضائية، و218 قاضي وعضو نيابة في الليلة الرابعة للاعتصام. زميلنا أحمد يوسف يعني نقل عن مصادر مطلعة داخل نادي القضاء عن أن النادي بيدرس فكرة عقد جمعية عمومية طارئة للتصدي للتعديلات التي يجريها مجلس الشورى على قانون السلطة القضائية. يجري هذه أو يعقد هذه الجمعية داخل ميدان التحرير، في إشارة من النادي إلى أن تصعيد القضاء يمكن أن يصل إلى الشارع، ويمكن أن يصل إلى ميدان التحرير احتماء بالشعب وتوصيلا لرسالة. يعني عايزين نعملوا جمعية عمومية في ميدان التحرير. في ميدان التحرير. وعشان كده احنا اخترنا يعني العنوان عمومية بالوشاح الأخضر في ميدان التحرير. الجزء الثاني من التغطية عبارة عن معايشة لليلة امبارح
الليلة الرابعة لاعتصام القضاة وأعضاء النيابة اللي ارتفع عدد المشاركين فيه إلى 218 قاض وعضو نيابة. طب خبر آخر، المستشار بجات وزير الشؤون القانونية والبرلمانية، تصويت العسكريين في الانتخابات صحيح لكنني أتمنى إبعادهم عن السياسة. المستشار حاتم بجاتو عقد مؤتمر النهاردة في مجلس الوزراء علق فيه على مجموعة من الأحداث، كان أبرزها زيارته للمحكمة الدستورية العليا يوم صدور الحكم ببطلان قانون انتخابات مجلس الشورى وقرار تشكيل الجمعية التأسيسية، وقال إن هو كان رايح للمحكمة عشان خاطر يشوف آلية التنفيذ، وكان راح قبل كده هو والمستشار واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع يوم او بعد يومين من صدور حكم بطلان قانون الانتخابات البرلمانيه او انتخابات مجلس النواب. قال النهارده ان يتفق مع صحيح الدستور ان يصوت العسكريون سواء من رجال الشرطه او رجال القوات المسلحه، لكن هو يعني راي شخصي يطالب بعدم تنفيذ هذا عن السياسه. طب استرجب خبر سريع، عموميه النقد تختار حمد عبد الله رئيس المجلس القضائي الاعلى. النهارده الجمعيه العموميه لمحكمه النقد اختارت المستشار حامد عبد الله نائب رئيس المحكمه لرئاسه المحكمه بدايه من 30/6 الجاري، وده الموعد اللي هيخرج فيه المستشار محمد ممتاز متولي على المعاش. المستشار حامد عبد الله هيبقى رئيس. عاوز نضيق الوقت استاذ احمد، في عجاله قطع طرق ومشجرات للحصول على الوقود في الصفحة السابعة. نعم، ما زال مشكلة السولار قائمة، وما زال برضو العجز في عجز في حلها، لدرجة وصلت دلوقتي في آخر إحصائية معمولة إن السوق في فقد أو في عجز 30% من قوته، يعني إحنا محتاجين 30% زيادة عن اللي موجود دلوقتي عشان المعروضة عشان نقدر نسد حاجة السوق، وللأسف المشكلة ما بتتحلش. وضحت الصورة الأستاذ أحمد صفي الدين مدير تحرير جريدة المصري اليوم، شكرا جزيلا لك. شكرا. وأيضا شكرا للأستاذ رجب جلال رئيس قسم الديسك المركزي في جريدة المصري اليوم، شكرا جزيلا لك. فاصل قصير نعود بعده لتقليب صفحات الفقرة الأخيرة من طبعة اليوم من سكرتير التحرير، فابقوا معنا. الفقرة الأخيرة من طبعة اليوم من سكرتير التحرير، ومعنا فيها الأستاذ محمد الكفراوي نائب رئيس القسم البرلماني في جريدة المصري اليوم. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا وسهلا بحضرتك. ومعنا أيضا الأستاذ طارق صلاح رئيس قسم الإسلام السياسي في جريدة المصري اليوم، أهلا بك أستاذ طارق. أهلا بحضرتك. أبدأ معك أستاذ طارق من الصفحة الرابعة. وإسلاميون يدرسون الاعتصام أمام الاتحادية حتى نهاية يونيو، وتجرد تتحدى أعداد غفيرة ستأتي من الصعيد لتأييد مرسي والشعب في حالة غليان. احنا عارفين ان شاء الله في نهاية الشهر الجاري في دعوة من حركة التمرد بالنزول للشارع والاعتصام في الميادين بهدف اسقاط الرئيس محمد مرسي، ففي المقابل في حملة تجرد وعدد من الاسلاميين اخذوا قرار بانهم ينزلوا المحافظات، بينزلوا الميادين ويجوا محافظات الصعيد لدعم ما وصفوه بالشرعيه ودعم الرئيس محمد مرسي. تحدث للمصري اليوم الدكتور خالد سعيد من الجبهه السلفيه وقياده الجبهه السلفيه كبير، قال ان في خطه رسمها عدد من الاسلاميين على راسهم طبعا الجبهه السلفيه وحازمون التابعه لحازم صلاح ابو اسماعيل وحزب الراية اللي هو أسسه حازم صلاح ابو اسماعيل، بينظموا تقريبا خطة لمواجهة حركات تمرد. الخطة دي اللي وصل لنا منها معلومات ان هم هينزلوا قبل نهاية الشهر يعتصموا في ميدان التحرير تقريبا، يعني هم لسه ما خدوش قرار ميدان التحرير، لكن هو اكيد هم هينزلوا ميادين في وسط القاهرة والجيزة للتواجد بيها ومنع التمرد من تحقيق هدفها. طب ايضا السلفيون يطالبون، يعني قبل ان انتقل للسلفيون وزير الاوقاف انتقل للاستاذ محمد الكفراوي، ويعني مقابل تجرد تمرد، تمرد تطلق اسبوع الحشد للثلاثين من يونيو وتوقيعات جماعيه للحمله ومطالبه الانقاذ باعلان سقوط حكم الاخوان. صحيح، هو يعني حركه تمرد هو تجرد في مقابل تمرد. يعني التمرد الاول طبعا هي انطلقت في البدايه لاسقاط حكم الرئيس محمد مرسي وجمع توقعات لسحب الثقه. واضح ان في الفتره الاخيره ده اللي منشور عندنا بكره ان شاء الله في مصر اليوم ان هم بداوا في حشد كبير خلال الاسبوع،
هيبدا من 13 يونيو لحد 20 يونيو. مجموعه مؤتمرات، مجموعه فعاليات في اكثر من مكان في محافظات لم تذهب اليها الحمله من قبل، لجمع توقعات ولتعريف الجمهور باهداف الحمله ودعوتهم للمشاركه فيها والمشاركه في فعاليات 30 يونيو في نفس الوقت. طيب يعني هناك تجرد وهناك تمرد. تمام. الخوف ان يحصل صدام، هنا وزير الداخليه يتدخل ويطالب يقول يجب على القوى السياسيه التظاهر بتحضر. صحيح، هو كمان القوى الاسلاميه النهارده اعلنت من تصريحات اللي نزل سنة الاستاذ خالد سعيد المتحدث باسم الجبهه السلفيه ان هم بيدرسوا الاعتصام في قدام الاتحاديه من دلوقتي بحيث ان هم يعني يحجزوا المكان مثلا اللي بتدعوا ليه تمرد. وزير الداخليه طبعا بالاساس هو مهمته تامين، وهم بالفعل بداوا في عمل بوابات وعمل مظاهر تامينيه كتير قدام قصر الاتحاديه. الداخليه اللي عملت كده؟ الداخليه اللي عملت كده اه طبعا. انا قدام قصر الاتحاديه ده انا ان شاء الله اتخذ قرار ان مفيش حد يعتصم في اي مكان. بس هو يعني عموما الحاجات دي مش بالقرارات، هم كتير قالوا قرارات يعتصم ما حدش يعتصم، لكن الناس بتعتصم برضو. اللي في دماغه حاجه هدف بيحققه بيعمله، بس القضيه ان الداخليه تظل على الحياد. ده الكلام اللي قاله وزير الداخليه واللي منشور بكره، ان احنا على الحياد واحنا على مسافه متساويه من كل الاطراف سواء تمرد او تجرد. يعني لو ده تم وحصل زي ما هو قاله بالظبط اعتقد ان المساله ممكن تكون يعني. طب هل هم وضعوا خطط لتامين المظاهرات في هذا اليوم لتامين الميادين؟ هم ما اعلنوش، هم قالوا بس ان هم وضعوا خطط وان هم عندهم استعداد كامل للتامين، والتامين يعني بصفه يعني محايده تماما، ده اللي قالوه. لكن هل هم هيكونوا محايدين؟ هل هينحازوا التمرد؟ هل هينحازوا التجرد؟ ده اللي هنشوفه مع الاحداث. لكن كلام كل المسؤولين في الداخليه انهم هيكونوا محايدين وعلى مسافه متساويه، ونرجو ان ده يحصل يعني. نتمنى ذلك. الاستاذ طارق، خبر اخر، السلفيون يطالبون وزير الاوقاف بوقف المد الاخواني على المساجد. ده يعني استمرار للخلافات المتفاقمه ما بين جماعه اخوان المسلمين ما بين حزب النور السلفي او تحديدا الدعوه السلفيه. على خلفيات كثيرة كانت بدايتها بعد تشكيل حكومة الدكتور قنديل. المهم دلوقتي في وفد من حزب النور والدعوة السلفية كان قابل وزير الأوقاف قبل يومين وكان طلب منه رئيس حزب النور كان بيقول إن في 13,000 من جماعة الإخوان تم تعيينهم في ده حقيقي، ده هم قالوا الكلام ده لكن لم يفصح عن أسماء وعن أماكن التعيين. يعني هم اتكلموا حزب النور بشكل رسمي إن في 13,000 واحد تم تعيينهم من جماعة الإخوان المسلمين في المواقع. طب يعني السؤال يعني إذا كان تم يعني خلال 10 شهور أو خلال سنة من رئاسة الرئيس مرسي لحكم مصر 13,000 إخواني، طب كم واحد كم ألف تعيينوا في 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 يعني في وزاره واحده يعني؟ سؤال يعني برضو عليه علامه استفهام يعني. ولم يجاوب عليه حزب النور الان. يعني هو كان السؤال ده مش حضرتك بس طرحته، طرح كتير من سياسيين ونخبه على حزب النور، يعني وضحوا لنا ال 13,000 تعيينوا ازاي وفين واسمهم ايه. يعني اذا كان يعني فصيل واحد خد 13,000 نفترض انه في محاباه، طب التانيين حتى مثلا نقول 2000 3 يعني يعني نطالبهم اذا كان الامر حقيقي وده في وزاره واحده يعني. اذا كان الامر حقيقي فليوضحوا ويذكروا الاسماء يعني، لان شيء مهم جدا. المهم قبل وزير الاوقاف وطلبوا منه طلبات محدده يعني من كان ابرزها ما وصفوه ب سيطره الاخوان على المساجد، واتكلموا في موضوع الشيعه يعني، وطلبوا وزير الاوقاف التدخل لوقف ما وصفوه برضه بالمد الشيعي في مصر وطلبوه بتدخل يعني احتجاجا على السياحه الايرانيه. السياحه الايرانيه. وزير الاوقاف قال لهم يعني اللي وصلنا من مصادرنا يعني انه انا قادر على حل كل هذه المشاكل يعني، ووعدتهم ان شاء الله يعني احل لهم كل مشاكلهم. وضحت الصوره الاستاذ طارق صلاح رئيس قسم الاسلام السياسي في جريده المصري اليوم، شكرا جزيلا لك. شكرا حضرتك جدا. وايضا شكرا استاذ محمد الكفراوي نائب رئيس القسم البرلماني في جريده المصري اليوم، شكرا جزيلا لك. الى هنا نصل لنهايه سكرتير التحرير، فشكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.